الله تعالى وبركاته مباشرة من منطقة أزيلال، منطقة زوينة اللي نشوف شلالة أزود، اللي هاد الشلالات هادي معروفة الصعيد الوطني وحتى الناس كيجيو يعني عالميا معروفة هادي. تشوفوا شلالات وفيها مناظر زوينة، تبعوا معايا لا فيديو إن شاء الله وتشوفوا كل شيء مرحلة ديال لا فيديو. السلام عليكم وشكرا لك. المدخل ديال الشلالة الطريق اللي كتشدو هي القدرة الفوق، نشدو الطريق الشلالات كتشوفو الشلال هنايا كاين تحت، يمكن لي ريستورون لهيه كيما كتشوفو لهيه، غادي نهبطو لتحت ليها الفوق، راكو طايل الفوق، يعني واحد المنظر زوين بزاف. هذا هو الواد لي كيكب في الشلالات، ليها كاين طيل. فيها اوتيل هادو هما الشلالات ان شاء الله. هي غادي نهبطو ليه كيما كتشوفو، هذا كوطيل هاهو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مباشرة معكم من شلالات وجود، الطبيعة والجمال، شلالات الماء وجود، شلالات هنا فاخرة، طبيعة جميلة، نبقى كما هو. هو معايا غادي نشوفو الشلالات. مرحبا بكم منطقة جديدة هنايا، منطقة جديدة هكا من بقات غادي نهودو نصورو يوم المسائل. هيا تبعونا نهودو الشلال تحت سكينة القنطرة. هنايا كيقول لكم رسالة تحذيرية، حذرا خطر الموت. شنو المنظر؟ لي كاين لي ريستورون لهيه فين تفطرو طواجن كلش. لهيه كيما كتشوفو راهم الناس فين دايرين طواجن. المدخل ديال الشلالات، باش نمشيو الشلالات، نديرو الطواجن الصباح هذا، هذه هي الدخلة، باش نمشيو للمدخل هنا، هذا هو المدخل هنايا، نمشيو نمشيو الشلال. هذا الدروج غتلقاو هاد الدروج هذا باش تهبطو للشلال. هنا كسيوة ديال البرد، المنطقة هذه منطقة كيكون فيها البرد بزاف. هنا محل ديال الارتيزان هنايا، هاوتاني هنا، هادي هنا ريستورون كيكونو الطواجن و داكشي، اليوم راكو تشوفو مع
كيريو لي باطو ليه. هو الشلال ما شاء الله. مباشرة معكم من الشلال، واحد الجو زوين بزاف. الناس كيديروا لي باطو، باطو الحيرة كيديروا الشلال. انتم تشوفوا جمالية المكان. لهيك كتكريو دوك لي باطو اللي راهم لهيه، دخلو بيهم. الناس كتصور هنايا، شو الكور التوريستيك. هادو دي باطو كيكريهم باش تدخلو لداخل الشلال. غادي ندخلو نضربو شي ضرورة. بجاية بسم الله. نضربو دورة. نضربو دورة. بلاصة تين جاتين غير تين غير. فرقو الدريد. من القاسم. تبارك الله مولانا. الله مولانا يا دايم ربي هنيئا لنا ثم بشرانا. ناس الشلال في الحال. با 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 اوه يا 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 عمي القاسم ميل الحاج. بركات تبارك الله عليك. مردين. اخوان. دابا كم زوروا هذا المكان، هذا مكان جميل بزاف وفي نيجر الشلال تاكلوا الطويجنات تروفي كلش. قائد سفينة. هو قائد سفينة. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. الحمد لله. الأجواء. حاولت نروح طالما غادي المراجع ساعة الحوايج، بحر مراش راسي وبزاف الحوايج. الكوارديا سيفير في الطريق. الله.
المهم تكون تزوروا هذا المكان. واحد ديكور واحد جوال من الحاج شوف ال يعطيك الخير. والى هنا نقول لكم السلام عليكم ان شاء الله. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. هذا منطقة شلالة أجود، هي منطقة زوينة تمتاز بالشلال هذا بالطبيعة. السلام عليكم.